ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا رب عافينا يا رب. ما هو يوم الفضيحة، يوم القيامة ده يوم الفضيحة، يوم بقى ربنا قال عنه ويا رب يسترها عليكم وعلينا جميعا، يوم تبلى السرائر. النهارده المكر، المكر والكذب والخداع واشياء عظيمه يعني كثيره جدا جدا بقت شعار هذه المرحله. تجد ان كثير من الناس بقى جواها مكر، بقى جواها خداع، بقى جواها نفاق، بقى جواها كذب. كثير جدا من الناس كثير بقوا بالمنظر ده. شوف بقى، هو فاكر ان ده هيضيف له اي شيء، ابدا، لانك لن تاخذ الا رزقك. لا حيله في الرزق ولا شفاعه في الموت. حضرتك لو هتمكر، لو هتكذب، لو هتنافق، لو هتعامل الناس بغير ما في قلبك، ايه لا تستفيده؟ يقول لك لا، ما انا يعني ايه بلبسه العمه وكده. انت مش هتلبسه العمه، انت اللي هتلبسها حضرتك. ليه؟ لان انت في النهايه لن تاخذ الا ما قدره الله لك، لكن في النهايه ستحاسب بقى. شوف عمر بن عبد العزيز بيقول لك: من منكم يستطيع ان يوضع او ان يفرغ ما في قلبه على طبق ثم يعرضه على الناس؟ حد فينا يقدر كده يطلع اللي في قلبه كده تمام ويحطه في طبق؟ ده اللي في قلبي، اتفرجوا يا جماعه. شوف قد ايه، مين فينا يقدر يعمل كده؟ لا يستطيع الا الندره. ليه؟ في قلوب مليانه حب لله، اخلاص لله، محبه لرسول الله، للصحابه، ليه؟ للتابعين، للصالحين في كل زمان ومكان. قلب مليان اخلاص، قلب مليان صدق، قلب مليان يقين في الله وثقه في الله، قلب مليان بالتوبه، قلب مليان بالتوكل، قلب مليان بالانابه، قلب مليان بحاجات عظيمه جدا. ده لما يتحط اللي في قلبه في طبق يشرفه، حاجه جميله قوي ما شاء الله. طب والتاني بقى؟ قلب مليان بالغش، بالنفاق، بالخداع، بالكذب، بسوء الظن بالله، بكراهيه شرع الله، بكراهية المؤمنين وكراهية المسلمين وكراهية نصرة الإسلام والمسلمين. قلب مليان بنفاق اعتقادي، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. والمنافق نفاق اعتقادي ده خارج من الملة وفي الدرك الأسفل من النار، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. ده اللي قال كده، مش أنا، ده الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فعايز أقول لحضراتكم، القلب ده لو طلعنا اللي فيه حطيناه في طبق يسر صاحبه؟ لا طبعا ما يسرش، ده في الدنيا، ده في امور الدنيا فقط، احنا لسه ما بنتكلمش عن الاخره. طيب ما ننظف قلوبنا بقى، بجد انا بتكلم بصدق وصراحه معاكم، ما ننظف قلوبنا، ما تطلع الحياه الوحشه دي وعايزك يكون عندك ثقه ويقين في الله، انه والله ثم والله ثم والله لا المكر هينفعنا ولا الكذب هينفعنا ولا النفاق هينفعنا ولا كل هذه الامراض هتنفعنا، ومش هتجيب لك رزق ومش هتقدم لك شيء ربنا مش مقدره. لأن النبي قال كده: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك. لن لما تيجي مع فعل المضارع، اسأل بقى علماء اللغة يقول لك تفيد الاستحالة، فلن ينفعوك إلا بشيء فقط. مين بقى اللي كتبه؟ الله. إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر ده قابل للتفاوض، يعني ممكن ناخد وندي؟ لا لا لا، ده رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف بقى، لما تكون أنت خايف إن الناس تعرف اللي في قلبك في الدنيا، طب تخيل بقى يوم القيامة اللي في قلبك ده هيطلع بس في الآخرة، وهتظهر بقى كل هذه الأشياء اللي في قلبك أمام الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ويا ريت بس قدام الخلائق، يا ريت بس قدام الانس، لا ده قدام الانس والجن والملائكه والطير والوحش وفوق ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك امام الله الحكم العدل سبحانه وتعالى. شوف بيقول ايه، شوف الايه، عايزك تتامل فيها وتقعد كده تراجع نفسك وتراجع نفسك. يوم تبلى السرائر، خبينا على بعض كتير، ضحكنا على بعض كتير، قدرنا ان احنا نلبس ناس كتير العمه زي ما بيقولوا، قدرنا ناخد حاجات مش من حقنا بالكذب، قدرنا ان احنا نظلم ونداري، قدرنا ان احنا نكذب ونداري، قدرنا ان احنا نعصى ونداري، قدرنا نعمل اشياء كتيره جدا ما حدش شايفنا. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، وافتكروا الجمله دي دايما، ان اللي شافك وانت بتعصاه هو اللي هيحاسبك، ودي المصيبه.